اهلا بكم يا شباب في سلسلة الكود السعودي الكهربي بيقول ايه. خلينا نشوف كود السعودي الكهربي في متطلبات المباني السكنية اللي هو SBC 1101 و1102. ايه هي متطلبات الافياش؟ الفيديو ده خاص بالافياش او السوكيتس. لو احنا بصينا في SBC 1102 تمام، في سكشن 39 1.5.2.4، الجزء ده بيقول ايه يا اخوانا؟ شكل السوكت، شكل السوكت المعتمد في السعودية. هنا زي ما احنا شايفين في الصورة كده، في عند الخط المكهرب اللي هو الفردة الحية دايما على اليمين تمام، وميلة المستطيل بتاعها تمام نايم، والقطب الثاني اللي هو الخط المحايد او النيوترال يبقى اللاين على اليمين دايما، وال النيوترال على اليسار اللي هو الخط المحايد، ودايما فوق الايرث اللي هو التقريض. ففي فتحه الخط المكهرب على اليمين افقي نايمه، وفتحه الخط المحايد اللي هو النيوترال على اليسار، لازم الاثنين دول يكون مزود بغوالق. ده شرط الكود، لازم يكون مزود بشطر او بغالق. وطبعا فتحه التقريض لازم تكون لاعلى، اللي هو المستطيل بتاع الفتحه نفسه يبقى ايه، واقف تمام لأعلى.